يقول احمد الله يوم ابو مخلد معافه نطلب المولى عسى تبطي سنينه وجعل ثوب العافيه فوقه الحافه الرفيق اللي بطيبه عارفينه عيد فيها المدح وبيوتي تقافى واحد في كل طيب واجدينه كل ما جاء قاف اتبعته بقافه وامدحه والناس قبل ما دحينه من ذوي جبار وانحان المقافه الرجال اللي عليكم الرجال اللي مو واقفهم ثمينه صفهم واحد ولا معهم حلافه من هالطولات ربان السفينه وعيد بن عاصم ما في اختلافه سيفنا اللي بالمواقف محتسينه يوم اتابع حالته عندي مضافه وبشرونا قالوا الامور زينه بعد ما جانا الخبر قالوا تشافى كلها مده وربعه زايرينه الخطر ولا ولا حولها خلافه والنتاج طيبه ومعلمينه وكل طيب له مواقف نظافه من عمل بالطيب قلنا الله يعينه ولا لبن فواز من ربه مكافه بل مثوبه والاجر تسلم يمينه والعضو في والدك ما هو حسافه والحضيض اللي يخدم والدينه احتسب له الاجر وابشر لا تخافه واشكر الباري وحنا شاكرينه والختام الشكر في اخر مطافه مو من مبلي عباده مرتجينه وسلامتكم. والختام الشكر في اخر مطافه مو من مبلي عباده مرتجينه. الشكر لله سبحانه وتعالى.